كل نهار احد من شهرين عياده الطبيب الدكتور رائد رطيل، حضرتك طبيب انف وحنجره وتجميل، كل احد بتكون بمنطقه مزبوط. والمعاينه مجانا. خبرنا مزبوط. اول شيء من شهرين لليوم كيف بلشت الفكره؟ والله الفكره بلشت ب اول شيء حضرت لها كثير لقدرت امشي فيها للفكره، وقفوا حدي بعض رؤساء البلديات شجعوني اكثر. بلشنا نحن نحضر عشان لنقدر نوصل للنتيجة، والمعدات أمنهم كلهم أخذت شوية وقت معي شي شهرين تقريبا، ولتوصلنا وبلشوا يوافقوا علينا البلديات صرنا أخذت وقت. بس هي فكرتك بالأساس مش من البلديات لا 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 المبادرة؟ فكرتي أنا، هي طلعت معي الفكرة مشان المرضى اللي ما عم يقدروا يجوا عند حكماء، التكلفة تاعولت الفحصية غالية وفي حكماء شاطرين يعني، الخدمات كلها مجانية. خدمات خبرنا كلها. كيف بتصير؟ يعني بتنقل المعدات من العيادة تبعك اللي هي بالنبطية تنقلها على المستوصفات أو كيف؟ مزبوط، عندي فيبروسكوب أوبتيك بيجي طويل بفحص فيه الحنجرة والأوتار الصوتية. هيدا بيروح معك على المنطقة؟ بورتابل يعني بيكون معي، معي الكاميرا كمان بورتابل، واي فاي بتجي، اللابتوب تعولي، كمان الضوء تعولي والنواضير الصغيرة. يعني هيدا اللي انت بحاجة له كرمال تقدر تنتقل وتكون المعاينة خارج العيادة. مزبوط. يعني بحيالنا منطقة مع المعدات الصغيرة الانسترومون اللي انا بستعملها لتنظيف الدينين. اوكي هون العرض. طبعا هلأ انت حضرتك متخصص بأنف حنجرة واذن وتجميل. مزبوط. بس ما عم نحكي عن تجميل بهيدي البرمة على الضياع، لانه صعب شوي. ما يتحمسوا ما يتحمسوا الصبايا. هلا اوكي معاينه يمكن بتقطع، بس انه شو بدك تعمل لهم اكثر من هيك؟ هون عم اشوف مدام اجت لعندك قالت لك مسيو فحص المنخار على بالي شيل هالعظمه. هلا العظمه بدها تيجي من نعمل لها اياها عمليه تجميل، فبتروح على المستشفى. اكيد مش هيك تعملها. بس عم يجوا هيك كايت لعندك؟ يعني مش انه مرض، عم يجي مرضى كثير صعبين حالاتهم مستعصيه. من امبارح عملت عمليه، قبل امبارح عملت عمليه لمرأة كانت عم تتعالج بامراض الصدر، وهي لقيت عندها ورم بالاوتار الصوتيه، شلت لها اياه امبارح. يعني دكتور خلينا نفسر شوي، المعاينة طبعا عم تكون مجانية نهار الأحد حسب أنت المنطقة اللي قصدها، حسب البلدية ما تطلبني. يعني بحطوا بروجرام البلديات اللي بيتصلوا فيه بفوت فيهم، يعني بصير في تعاون أنت وياهم وبيجوا لعندك على الكلينيك أو المستشفى حسب الحالات. مزبوط. طيب بس أنت ليش أصلا قررت تروح تعمل معاينات مجانية؟ في مرضى ما قدرتهم، وفي ناس كبار بالعمر ما قدر، يعني ما في حدا ياخذهم لعنا. انا بروح بس في شي حادثه استفزتك؟ في شي شخص شفته؟ يعني هي اكثر شيء، انا شغلي هي طبيب انساني. قبل ما اكون اشتغل بالطب انا انسان كمهني، ما انا تجاره. والاستفزاز معلش نقطه حلوه اللي عم شوف كثير، صار في تحول من مهنه الطبيب الى مهنه تاجر، مع احترامي يعني مش للكل اكيد. فالمرضى عم يتضايقوا فيهم، وفي عندك مرضى بحاجه تروحي لعندهم انت عشان ما قدرتهم يوصلوا لعندك اي فحصيه، حتى لما بده يفوتوا لعنا لما اشوف وضعهم. يعني مش بس نهار الاحد؟ لا هلا اكيد اكيد مش نهار الاحد، بس انا لاروح لهن لعندهم الاحد لساعدهم. اما لما هن يجوا لعندي وشوف وضعهم، يعني عفوا في اعاقه، عفوا ذوي احتياجات خاصه، كبار بالعمر، يعني بشوفها بتطلع بستي بولدتي، يعني قلبي بيرهف لهم، وضعهم المادي ما منيح، هول ايه مجبرين. دكتور وقتها تكون ببلديه او بمنطقه معينه شغلك بيقتصر بس على المعاينة صح؟ لا يعني إذا معاينة، ويعني مثلا أكثر شيء بيجوا شو اللي معقول توصل له كعلاج؟ كعلاج أو بيجوا مثلا في عندهم جريب، بيجي عندهم التهابات باللوز، بعالجهم بالأدوية الأنتيبيوتيك بيرتاحوا. بيرجع عندي اذا مثلا مسكرين الدينين بالصموخ بشلون يوم بطلب لهم فحص. يعني هول القصص اللي بتنعمل خارج الكلينيك انت قادر تعملها بزياراتك داخل العياده، هي ذاتها بعملها خارج الكلينيك.
كمان بلس، يعني انا المرضى اللي بشوفهم بقلب الحمله تعولتي باخذ اسمائهم، بينكتبوا اسمائهم لما يجوا للمراجعه كمان هي ببلاش. اوكي يعني حلو. كامله من جميع مش انا عم بستفيد منكم لا اقبض بال وانا الحمد لله يعني طبيب معروف بالجنوب وحابب اخدم اهل الجنوب. اهل الجنوب لا ما هي بدها تبلش من الجنوب وطلع. اوكي كم بلده لحديت هلا صرت زايد وشو هن البلدات؟ في 7 بلديات. مثل وين؟ يعني اول بتشكر حضرتك من النبطيه ما يفدون النبطيه اول ضيعه استقبلتني وهي بشكر لرئيس البلدية زوطر الغربية حسن عز الدين، هو اللي شجعني هو اللي وقف حدي وانتقلنا من زوطر الغربية لزبدين. في بعض بلديات رفضوا ليه؟ استقبالي لحاجة في نفسي عقوب يعني ما بعرف اوف لا مش كمان حتى بهالموضوع لازم مثلا نبطي الفوقة رفضت طب انت بدك تطلع لعنا على العيشيه بس بدكم انتوا انا أوكي. عندي بروجرام وبروح عندي بروجرام وبروح بحط الداتا قلنا وحتى بس مش بس بجنوب يعني حاول بمنطقتي والمنطقه اللي حواليه وبدي بلش اطلع يا شمال وين ما بدي اروح حمله رايحه لاخر نفس في يوصل كوندور يعني ايه عن جد بدك تمشي كثير سوق الشمال لا توصل لعنا ما عندي مشكله حمله كبيره وان شاء الله الله يقدرني يعني ما انا رايحه جمعه جمعتين هي 5 سنين انه مستمر يعني حاسس براسك طول ما عندي صحه طب احل الضيعه كيف عم بيعرفوا كيف عم بيعلموهم يعني البلديه اللي اول بتتفق معنا اول شيء بنحط الدات اللي بنحدده قبل بجمعه بحطوا يافطه كبيره انه انا جاي كذا كذا اذن انا في حنجره ومجاني بيزيعوا بالجوامع بالكنائس طيب كم حالة تجميل وصلت لك على العيادة من بعد هالجولات؟ ولا وحدة عن جد؟ ليك شو صاروا قانوعين فجأة هالبنات؟ لا هلا هن المشكلة انه بيجوا لعندي على العيادة مشان التجميل في ناس انا برفضهم اضقرهم برفض اضقرهم في شيء اسمه فانتازي عند الصبايا وعند صار الدارجه هذا الفانتازي مع انا ما بشتغله كل شيء اذا فعلا بحاجه بشتغل غير هيك نقطه على السطر برفض كثير مرضى بالنسبه للتجميل وبشتغل بضميري والحمد لله عم بتعين كثير مرضى نهار الاحد كثير عم بيكون 70 80 مريض 40 هيك حسب الضياع كبرى وصغرى وهيك ومن اي ساعه لاي ساعه بتبقى من 11 للتنتين تقريبا يعني 3 ساعات حلوين وقفه ساعات وقفه كيف بيقولوا ما في رياح يعني 70 مريض بثلاث ساعات كمان المريض بياخذ وقته انتبه معي يعني بيجي بفحصه بسمع شو به هلا اذا كان بدي افحص له الحنجره ساعتها بقوم بفحصها غير هيك يعني نأمن لهم كل شيء اوكي دكتور رائد رتيل طبيب انف حنجره وتجميل نحن بنشكر حضورك معنا حبيبتي نتمنى لك هيك عن جد انه توفيق ما بعرف اذا بقولوا التوفيق ومنحييك على رسالتك اللي عم تعملها ان شاء الله حبيبي يعطيك الف عافيه اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك نحن رح نتابع مع تقاريرنا من إمارة دبي هالمرة يلي شهدنا فيها على أبرز المحطات من مهرجان دبي السينمائي بدورته الـ 13 نشاطات خيرية عروض لأفلام عربية وأجنبية واليوم محطتنا مع فيلم سوليتير أو محبس للمخرجة اللبنانية صوفي بطرس فريق عمل أخبار صباح كان حاضر بهالمهرجان ورجع بهالتقرير لزميلتنا ماريتا رز معلوف هاي فيلم محبس أو سوليتير لصوفي بطرس قبل ما يحط المحبس بإصبع العروس قدر يحط الإصبع على جرح العلاقات السورية اللبنانية ويطرحها بين الحب الكره والجرح الفيلم تم عرضه ضمن ليالي عربية بالعرض العربي الأول لإله بحضور مخرجة العمل وأبطال العمل هاي أول مرة جميعا بفوتوا على بيتنا خطبة هاي رح يعجبهم انت ما معك خبر انه اليوم غادة عم تخطب كيف يعني طب رح تكون مقصبة مكشرة زعلانة شو مين اميك اعوذ بالله وصلوا الشاب اللي جاي يخطب على سوري شو قصة فيلم قصير
قصة طلبة، يعني بروبوزل حدا شاب جاي يخطب بنت، وما بعرف كيف طلعت فكرة ليش ما بنحكي انه هن من يعني مجتمعين مختلفين اذا بدنا نقول، مع العلم انه انا ما بفكر هيدا الشيء، بس فكنا لبناني سوري وطورت القصة. نحن عم نكتبها وعم نجرب يعني نشتغل عليها نزيد شخصيات، اكتشفنا انه هيدي القصة بتحمل تكون فيلم طويل، وهذا اللي صار. ومثل كرة الثلج صار الاشياء تكبر، ووصلنا انه نعرض الورد بريمير تبعه بدبي فيلم فيستيفال، الشيء اللي كثير بفرحنا. اسم الله انت احلى من الصور، قرب لبوسك. شلونك خاله؟ ان شاء الله ما في شيء. انا من هون ماني متحركه يرجعوا من مطرح ما اجوا ابدا. خلص كبيهم برا كله لمصلحتها اختي مروان. سوليتير افتتح ليالي عربية، زرع البسمة لجمهور من كافة أرحاء البلدان العربية والعالم. موضوع حساس لعلاقة بين اللبنانيين والسوريين اللي عمرها سنوات بين الحرب، الاستبداد والكره، وأمور عديدة فرقت الشعبين وتركت جرح جواتهم. تتجسد من خلال تيريز يلي زرع صور خيا المتوفى واللي بتحمل السوريين سبب وفاته. والمشكلة الأكبر بتحل لما بنتها الوحيدة بتقرر تتجوز شاب سوري. مواقف مضحكة مؤثرة بهالشريط يلي ضم جوليا قصار بدور تيريز إلى جانب علي الخليل، بسام كوسا، نادين خوري، باتي توتل، سيرينا الشامي، سعيد سرحان وغيره. هذا فرقيع العيد. بابا سامي الخاتم. ما عم داعي بيحكي شوي عن الحساسية والعنصرية الموجودة أوقات بين شعبين بين لبناني وسوري أو فيه، بس كمان ببلش بخصوصية بين عائلتين، خلينا نقول هيك مش شعبين، بين عائلتين، عائلة لبنانية وعائلة سورية، وترفض تيريز إنها تخطب ابنها لشاب سوري. هيدي بريمير عالمية بدبي، وأكيد ناطرين هلأ الجمهور كمان كيف حيتلقى الفيلم. كان إلي فترة ما اشتركت بفيلم سينما لأنه يعني كمان الواحد مهم وقت اللي بده يشارك يكون في سكريبت جيد وأكيب جيدة، فأنا كنت كتير فخورة لما عرضت علي سوفي هيدا الدور. طبعا يمكن أنت يعني لمحت أنه دور كوميدي، ولكن هو المعالجة الفيلم كلها كوميديا الموقف، فبيجي بتجي هيدي الشخصية سولانج وين في مشكل بدها تجرب تحل المشكل، وين في هيك فراغ بدها تجرب تعبيه، وانغرمت بالفيلم وانغرمت فيهم هم قدمانهم متواضعين وحبين الفيلم ومن كل قلبهم، ومنهم هيك كليشي. قرينا كتير، أول شيء عملنا عدة كاستينجات، قرينا كتير مع صوفي ونادية، رجعنا عملنا اجتماع، اجوا السوريين من سوريا وعملنا اجتماع كمان ريهرسلز، بعدين بالتصوير. يعني كان عن جد كان كتير 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 حلو الشغل. الفيلم اتطرق لموضوع حساس بطريقة فكاهية مهضومة، وهو واحد من ثلاث أفلام لبنانية تم عرضها ضمن ليالي عربية. نحن رح نقدر نشوفه قريباً بصلاتنا اللبنانية.